برنامجي. شمراني سمي يا قلبي، كيف امورك؟ هلا والله. مشارك اليوم مهرجان انشادي؟ اكيد. بحضورك ولا على الأب؟ بدعمك. عنده صيحه يقول صيحه على الأب. محمد شمراني حاب اسالك والله، عنده سؤال كذا. بس لا ارجوك لا تحرجني. ما احرجك، انت عارف اسراري كلها، لا تحرجني ارجوك. ما احرجك. واحد يبغى ينفض على الهواء بيقول لك لو لم تكن ممثلا وفنانا ومخرج مسرحي ايش حتكون؟ منشد. العب يا ولد الثقل، قالها بسرعه. والله اتكلم جد. يلا سمعنا. لا لا مو عشان اسمعك، لشيء معين. ايش هو؟ انا في البيت عيالي الله يحفظهم ممتاز، بعض الاحيان استخدم الانشاد خاصه نفس الاسلوب اللي استخدمه عبد المحسن المهيدب بالضبط، المونولوجات يعني، حتى اعزز قيم، اعدل سلوك، شيء من ذا القبيل. جميلة. ممتاز. فانا اشوفه فعال كبير بشكل كبير مع عيالي في البيت. جميل. يعني بتكون منشد. ممكن ولي يعني الشريط الاخير اللي نزل إيه؟ كان البوم يعني فاضي بس في واحده. كيف الصوره كانت؟ كانت صوره جميله. صورتي؟ لا الصوره في الالبوم كيف؟ يعني كذا عرفت، وانا في يدي خياره. يعني يا شمراني حتنافس جهاد وتنافس هيثم؟ انت ما سمعت الرشود حقتي؟ لا قولوا حا قولوا فا، هذا من يعني اسطوريه هذه اللي لحنها لي جهاد. طيب بس لحنها هو نايم ما كان يدري. سمعنا ياها. لا انا بقى عن الاب. يلا عندي شيء حصري عن الاب. لا 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 جاهزين شباب؟ بس اسمع، اذا خلصنا على الاب بالله يقول رايح لاطهر بلد. على هيثم طلبك عادي بالله. كلنا نطلبه ان استطعت. لا ارجوك كذا كثير يعني، ارجوك شباب لا ترجون. طيب ايش وجه المستعار ده ما شاء الله؟ كيف وجهك ما شاء الله؟ ما ادري من جبت. لا هذا هذا يعني هذا فن يستخدم في المسرح اسمه تكنيك تعابير الوجه، وانا احب افعله بشكل كبير اثناء العمل الدرامي او الرياليتي بشكل كبير اللي هو الواقع. جميل. فهذه مهنه في اليد. اتفضل لا ترميها كذا بالكلام، ترى انتبه. مهنه ما في اليد، انا في الوجه. انتبه. ها مهنه في الوجه؟ لا في يد استخدمها بوجهي. طيب يلا فيها فلوس. انت اعلامي فاهم، بعض المصطلحات ما تمر عليك كذا. من وظفك انت؟ طيب نقول مع بعض يا شباب. يلا قولوا ألف ألف ألف، قولوا باء باء باء، قولوا ألف ألف ألف، قولوا باء باء باء، قولوا ألف ألف ألف، قولوا باء باء باء، قولوا ألف ألف ألف، قولوا باء. أفضل أبو في الدنيا، أفضل أبو في الدنيا، أبوكم بلا شك طبعا، أبوكم بلا شك طبعا، أفضل أبو في الدنيا، أفضل أبو في الدنيا، أبوكم بلا شك طبعاً، أبوكم بلا شك طبعاً، يتعب لاجل راحتنا، يتعب لاجل راحتنا، يسهر دائماً لأجلنا. ما جت هذه. قولوا ألف قولوا باء، ألف ألف باء باء، قولوا ألف قولوا باء. الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد انه الشمراني ما طلع منشد. ترى على فكره اول مره احساسي يطلع بالشكل هذا في الانشود هذه. يعني احساس مختلف. قوة الاحساس وقفت ما شاء الله. اجلس يلا نبغى اطهر بلد. والله الحمد لله انك ما انت منشد يا شمراني. اي والله نبغى. يلا سمعنا بس. يلا اطلب بس، خايف يزعلون الشباب. والله ما يزعلوا ترى الصوت شويه تعبان، اذا يبغى يصرف جهاد الصوت شويه لكم عليه بس تحملوني. يلا خرجت المسلمين. أبو القرآن يشتغل معي. ها بسم الله. رايح لطهر بلد بيت الله الأحد، رايح لطهر بلد بيت الله الأحد، يالله تنور دربي ولي شوف الكعبة أسعد، أنا رايح لطهر بلد لبى قلبي بالعمرة، فوض للمولى أمره، يا ربي أسر للعسرة، لبى قلبي بالعمرة، فوض للمولى أمره، يا ربي يسر للعسرة، ألهمني نيل المقصد، أنا على بابك بحرامي، جاي لأغلى أحلامي، أنا على بابك بحرامي. يا سلام يا سلام. جاي لأغلى أحلامي. آه وما
اقدامي انت الموعد انا رايح لطهر بلد رايح لطهر بلد الله الله بيت الله الاحد الله تسهل دربي وبشوف الكعبة اسعد انا رايح لطهر بلد في مكة سكنت روحي أيوة وتشافت من جروحي احكي يا دموعي وبوحي في مكة سكنت روحي وتشافت من جروحي احكي يا دموعي وبوحي الزهران اللي بتاعك سبع الله الله ومسعى هاجر سبع مشروع جد والله مشروع جبل عمر والله اقول لك شيء هذا محطم هذا اقول لك شيء والله اقسم بالله لو دخلت الاستوديو يطلع منك شيء انا اقسمت بالله اقول لك شيء شوراني واو وشاب قول لي ليش واو 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 هو شجاقيل الحين طالع منك شيء روعة ولا أزجل منه للاستديو والله يا شوراني.